بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة، مشيدا سمو رعاه الله بالإنجازات الحضارية التي حققتها مملكة البحرين الشقيقة على صعيد مسارها التنموي الطموح في ظل عهده الميمون وبصورة عززت من المكانة المرموقة للبلد الشقيق، سائلا سمو المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة المزيد مما تتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. ضمنها سمو خالص تهانيه بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة، مبتهلا سمو إلى الباري جل وعلا أن يديم على جلالته وافر الصحة والعافية وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.